صفدار انت تحب تعلقي على ده؟ داعش، تسمعي عن داعش؟ لا. داعش اللي بيقتلوا ويذبحوا، معرفش، عروسين جوه قفص، معرفش منهم حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والا كانوا خطفوك وخدوا صفنار جهاد النكاح بقى وبتاع وكنت تخلصينا من داعش، يعني نجندك لتصفية داعش. يا زبالة يا سافل يا واطي يا بايظ بابا، انت بايظ بايظ ومثال سيء للناس اللي شغالها. يعني انا جست، انا جست. انت ايه يا فندم؟ جست والمفروض تحترمني يا بايظ. بيبي بيبي بي ايه؟ هتعملي فيه عربيه بيبي بي سفاله وحاجات اللي تقدم من دي؟ لا اسف يا فندم، اسف. مش تتكلم كلام كويس بدماغك دي اللي شبه الدومه دي.